بركاته. طبعا هذه الخمسة القديمة الآن نزلت الجديدة. طبعا هذا جديد شفافة وما شاء الله قوية جدا، يعني حتى لو شوف ترجع نفس ما هي. أيضا في الموية الآن دخلناها بشكل كامل، لو تلاحظ نفس ما هي، ما كأنها فيها شيء. شوف بينما القديمة شوف كلها تبللت، صارت نفس الورقة. الجديدة شوف لو تلاحظ غير معرضة للتمزق ولا شيء. طبعا الآن أصدرت المؤسسة أول فئة 5 ريال، الأيام القادمة راح تصدر إن شاء الله.